بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على سويت جلاند تيومرز 1. خلاص انا حبيت اقسمها لاجزاء عشان ايه ما تبقاش حاجه يعني دسمه عليكم. اول حاجه احنا بس نعرف بس نورمال هيستولوجي، وزي ما اتفقنا في اول كل محاضره كده بيبقى فيه نورمال. طبعا انتوا هتاخدوا الهيستولوجي بالتفصيل، بس انا بقول لكم بيزكس عشان هنتكلم عنه فين في التيومرز. خلاص انتوا خدتوا قبل كده السبيشس جلاند كسكريتوري جلاند ايه موجوده في السكن، المود اوف سكريشن بتاعها بقى ازاي؟ ايه برافو، هولوكراين. يعني ايه هولوكراين؟ هي نفسها بتربش، بتفتح مع الايه الهير فوليكل في البايلو سبيشس ابريتس. برافو عليكم. خلاص بعد كده عندكم السويت جلاند بقى انواعها ايه، يا اما ايه كراين، كراين صح، يا اما ايه ايبوكراين. طيب حلو جدا. الاكراين سويت جلاند اسمها التاني ايه؟ حد عارف؟ ميرو صح، ميرو كراين. طيب يبقى السبيشس جلاند المود اوف سكريشن ايه؟ هولوكراين. وفي اكراين سويت جلاند ده المود اوف سكريشن دي جلاند ليها ايه دكت وبتفتح باوبننج على السيرفيس. وفي الايبوكراين المود اوف سكريشن بتاعتها انه بيحصل ابيكال ديكابيتيشن. ديكابيتيشن يعني ايه؟ يعني الخليه قطع راس، زي ما دكتوره ماجده قالت الخليه اللي فوق ده الابيكال بورشن بينفصل خلاص ويطلع السكريشن، بيبقى في سكريتوري جرانيول بتنفصل وتعمل ايه، عشان كده اسمها ايبوكراين. خلاص طيب الاكراين سويت جلاند خلاص هي عباره عن ايه؟ هتلاقي فيها سكريتوري بورشن اللي هو كويلد بورشن خلاص، وليها ايه دكت، وفيها هنا فتحات اسمها الاكراين بور بتفتح في الابيديرمس خلاص. ودي يعني بتفتح لوحدها، لا هي مع الهير فوليكل زي السبيشس جلاند، ولا هي الابوكراين بقى عباره عن ايه. اتفضل. الابوكراين عباره عن ايه؟ عباره عن برضو سكريتوري بورشن خلاص وايه داكتال بورشن. بس الابوكراين دايما اسوشيتد مع ايه؟ الهير فوليكل، يا اما تفتح في الانفانديبولم اوف ذا هير فوليكل، يا اما تفتح ايه لوحدها خلاص بالايبوبتوز اللي هو الكات اوف ده وملهاش ده. بس هي دايما اسوشيت يعني لازقه فين في الهير فوليكل، مش لازقه فيها قوي بس هتلاقي هير فوليكل وحواليها الايبوكراين. وهنقول تاني خلاص. ثانيه واحده اول حاجه السبيشس جلاند اللي هي الهولوكراين. هولوكراين طبعا السبيشس زي ما انتم عارفين بيفتح مع ايه الهير فوليكل، دي السبيشس جلاند، وبتفتح هنا بتطلع الخليه نفسها بترابشر وبتطلع السكريشن. ازيك دكتور كريستين؟ خلاص دي سهله صح. اللي بعدها الاكراين سويت جلاند، دي الجلاند العاديه بقى اكسوكراين جلاند بالضغط، والضغط بيفتح لوحده خالص مش حواليه حاجه، بيفتح في الايه في الابيديرمس فوق اكراين بورز عادي، يعني سيكريتوري بورشن وضغط، والضغط بيفتح في الابيديرمس لوحده مش جنبه هير فوليكل ولا جنبه سبيشس جلاند، هي قائمه بذاتها ديستنكت الجلاند لوحدها. طيب الايبوكراين بقى عباره عن ايه؟ برضو سكريتوري وداكتال بورشن، يعني في سكريتوري بورشن وفي اكسكريتوري بورشن اللي هو الدكت، بس السكريشن بتاعتها مش بتحتاج دكت، حتى الداكتال بورشن هتلاقيها اللايننج ما فيهوش ميه ابيثيليال لاير. ليه؟ لان هي الجزء الابيكال بورشن من السيتوبلازم، السيتوبلازم بتاع الخليه يبقى مليان حاجه اسمها سكريتوري جرانيولز، يبقى مليان حويصلات فيها المادة اللي بتخرجها ايه الابوكراين جلاند الاويلي سبستانس دي. هي بقى عشان تخرج بتمر بمراحل وتطلع حاجة اسمها ابيكال سناوت، يعني تطلع ابيكال بورشن ده وبينفصل، يبقى هو ده السكريشن. دي الابوكراين بتبقى اسوشيت يعني حوالين، يعني مكان ما تلاقي هير فوليكل مش لازقة فيها زي السبيشس جلاند طالعة في كومن اوبننج، لكن حواليها هتلاقي ايه الابوكراين جلاند. طب بالنسبة للهيستولوجيكالي ايه الفرق بين الابوكراين والاكراين؟ اهم فرق بالنسبة لي كلمتين، طبعا هما سكريتوري وداكتال بورشن كل حاجة مفيش مشكلة. الاتنين اهم حاجة في الابوكراين ان هي بتبقى دايليتد يعني واسعة وليها ايه ايزينوفيلك سيتوبلازم، وفيها ابوكراين ايه ابيكال ايه سناوتس اللي هو الجزء اللي ايه فوق بينفصل.
خلاص اللي احنا بنسميها ايبو. ايبو يعني كات اوف. ايبو يعني كات اوف اللي احنا بنسميه ديكابيتيشن. ديكابيتيشن يعني يقطع راسه. ديكابيتيشن يقطع راسه، يقطع راس الخليه يعني. اوكي طيب نيجي بقى على الاماكن. طيب تشريحيا برضو هيستولوجيكالي بقى هم عباره عن ايه؟ دايما هتلاقيهم عباره عن ايه؟ هتلاقي السكريتوري بورشن عباره عن كيوبيكال ابيثيليوم، وهتلاقيه سنجل لاير في الاثنين. الفرق بينهم ان الابوكراين هيبقى ايه؟ دايليتد لارجر، وليها ايزينوفيلك سيتوبلازم، وفي الضغط او ممكن من غيرها في ابيكال سناوتس لو هي في حاله ايه؟ اكتف سكريشن. خلاص طيب اللي بالنسبه للثانيه هنا برضو السكريتوري بورشن برضو سنجل لاير اوف كيوبيكال ابيثيل. خلاص الضغط بقى هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن مالتيبل او ستراتيفايد لاير. في حاله الاكراين جلاند هنا في مايو ابيثيليال، مايو ابيثيليال لاير، لانها تعمل كونتراكشن عشان تعمل ايه؟ اكسبيل ايه؟ للسكريشن. طيب ايه فرق كمان النيتشر اوف سكريشن بالنسبه للسبيشس جلاند؟ بتطلع ايه؟ سيبم، صح؟ بالنسبه للايه؟ الاكراين جلاند بتطلع ايه؟ ووتري سكريشن. طب الابوكراين بتطلع ايه؟ اويل. اويلي على كربوهيدرات على ايه بس؟ عامه بيبقى اويل. طيب ايوه هنيجي دلوقتي في الفانكشن. بالنسبه للفانكشن خلاص السبيشس جلاند بتعمل ايه؟ تعمل لابريكيشن للهير زي ما انتوا خدتوا قبل كده، ونيوتريشن مفيش مشكله. طيب الاكراين دي بتعمل ايه؟ ثيرمو ريجوليشن، ده لما انت تعرقي هو ده الثيرمو ريجوليشن. بالنسبه للايبوكراين دي بتعمل ايه؟ دي اسمها السنت جلاند، ودي زي ما انت قلت يا دكتوره بتبقى ريجوليتد باي ذا سكس هرمونز، وبتظهر امتى؟ افتر بيوبرتي. عمرك شفتي طفل مشعل عنده شعر وبيطلع ريحه وكده؟ لا، الايبوكراين دي افتر بيوبرتي انها ريجوليتد باي ذا ايه؟ سكس هرمونز، وبتطلع حاجه طبعا موجوده اكتر في البني ادمين برضو موجوده اسمها الفيرمونز. فيرمونز، الفيرمونز دي يعني لما بيبقى فيه استثاره زي الحيوانات، مثلا القطه دي مثلا دي عايز تتجوز فبيبقى فيها فيرمون، فالذكر بتاع القطه بيشم حاجه كده يعني. بس طبعا هي مش عندنا يعني مش بالشكل ده، بس موجوده في فيرمونز. خلاص مين اللي بيطلعها بقى؟ ايه الايبوكراين. يبقى الفانكشن بتاعت السبيشس جلاند ايه؟ لابريكيشن. المود اوف سكريشن بتاعها ايه؟ هولوكراين. امال الاكراين جلاند الفانكشن بتاعتها ايه؟ ثيرمو اوريجوليشن، بتظبط الحراره، تطلع الملح الزياده. طيب امال الايبوكراين دي بتعمل ايه؟ سنت جلاند وفيرمونز. خلاص سنت عارفه السنت ريحه، سنت جلاند. خلاص طيب دكتور ياكم السلام، سنت جلاند. اتفضلي دكتور امور. خلاص طيب يبقى احنا اتكلمنا على ايه؟ السكريشن وايه والفانكشن وهيستولوجيكال. خلاص في جزء مش واضح في الكلام ده؟ يعني احنا عايزين نلم الموضوع ان هو ايه؟ ان في سبيشس جلاند هولوكراين، الاكراين دي ديستنكت انت لوحدها، السبيشس بتفتح في الهير فوليكل نفسها، اما الايبوكراين هتفتح مع الانفانديبولار بورشن او اسوشيتد معاها، مش هتفتح سكريشن. السكريشن كده يطلع بيطلع بالايبوبتوز او الكات اوف، يعني الابيكال بورشن بينفصل اللي هو بنسميه ديكابيتيشن. هما الاثنين عباره عن سكريتوري بورشن وداكتال بورشن. خلاص بس السكريتوري بورشن دايما هيبقى لايند باي كيوبيكال ابيثيليال، يعني الضغطه المالتيبل لير. ايه الفرق من الابوكراين سكريتوري بورشن والاكراين؟ الابوكراين بيبقى دايليتد اكثر، اكبر، وليه ايزينوفيلك سيتوبلازم، وفي حاله الايه؟ الاكتيفيتي يبقى في ابيكال سناوتس. بس كده اوكي. طيب في حاجه بقى اسمها موديفايد ايبوكراين جلاندز، يعني ايه؟ معدله. طيب عايزين قبل ما نقول الموديفايد دول معلش نقول لكم السايتس. خلاص دلوقتي السبيشس جلاند دي موجوده فين؟ اي حته فيها هير فيها سبيشس جلاند. خلاص ليه؟ لان هو انت بتطلعي بالبايلو سبيشس اباريتس، يبقى كل الهير كفرد اريا ليهم سبيشس ايه؟ جلاند. طيب الاكراين دي موجوده فين؟ في كل الجسم، قول ايه؟ بادي بارت اكسبت فور، اكسبت ايه؟ اللبس والجينيتال ريجن. خلاص اللبس والجينيتال ريجن اوكي. طيب الايبوكراين دي مكانها ايه؟ دي بتاعت الجينيتال بقى، الجينيتال والاكزيلا والبريست والبرينيوم، كل دول الايبوكراين. طيب في موديفايد ايبوكراين جلاند. خلاص زي مين؟ البريست بيعتبروه موديفايد ايبوكراين جلاند. طيب
طيب والاكسترنال اوديتوري ميتس يعني اللي هي القناه البره دي جزء في الاذن يعني خلاص بتطلع حاجه بيسموها سيريومينس جلاند دي اللي بتطلع الوكس الشمع ده اللي بين خلاص ده موديفايد ابوكراين. وايه كمان وايه ومولز جلاند اوف ذا اي موديفايد ابوكراين خلاص. يبقى تاني ايه هي الموديفايد ابوكراين؟ البريست ده موديفايد ابوكراين والسيريومينس جلاند اللي هي موجوده في الاكسترنال اوتوميتريتس اللي بتطلع واكس دي موديفايد ابوكراين ايه جلاند صح. والمولز جلاند اوف ذا اي. طيب حد شاطر بقى فاكر في السبيشس طبعا هما زي وورك زي لوك لايك ذا ايه ابوكراين سويت جلاند. الاكسترنال اوتوميتريتس يعني في الودان في الودان في اللي هي بتطلع الشمع اسمها سيريومينس جلاند دي موديفايد ابوكراين والبريست موديفايد ايه ابوكراين والمولز جلاند اوف ذا اي موديفايد ابوكراين. ذي لوك لايك ذا ابوكراين جلاند بيشتغلوا بنفس المود الديكابيتيشن خلاص عشان كده سموها ايه موديفايد ابوكراين فولوينج. طيب في بقى احنا قلنا لو انتوا فاكرين في السبيشس كارسينوما قلنا ذا موست كومن سايت هو مكانين في اكسترا وفي اوكيولر الله يفتح عليكي. الاوكيولر بقى كانت انهي واحده كانت اسمها ايه موبيمين صح او الزايس جلاند. فلما يقول لك اللي هي الزايس جلاند اوف ذا اي او الموبيمين جلاند كارسينوما تفتكري ايه تكتبي ايه سبيشس كارسينوما. لكن لما يقول لك المولز جلاند اوف ذا اي بتعمل ايه هتبقى ابوكراين خلاص. يعني ممكن يقول لك ايه ديسكرايب ذا مايكروسكوبيك ابييرنس بيجي لكم سؤال كده describe the microscopic appearance of the following ويقول لك ايه موبيمين جلاند كارسينوم خلاص او زايس جلاند كارسينوم فانت هتوصفي له ايه السبيشس كارسينوم. اما المولز ايه ابوكراين جلاند خلاص. طيب هو ده يعني مهم برضه عشان تبقوا عارفين يعني ممكن يجي لكم عادي موبيمين والزايس جلاند كارسينوم دي سبيشس يعني خلاص. وممكن يجيلك في الام سي كيو ان المولز جلاند دي ابوكراين ولا اكراين ولا 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 هولوكراين فتختاري ايه ابوكراين اللي هي موديفايد ابوكراين خلاص. المهم الكلام ده كام سي كيو كبيزكس لو دخلت لحد في الشفوي يعني صعبه بس ان شاء الله بيبقى انتوا بالنسبه للماستر يعني الدنيا تبقى لطيفه يعني خلاص ان شاء الله. طيب ندخل على بقى السويت جلاند تيومرز بارت 1. اول حاجه البروما سيرينجوما سيلندروما وسبايرادينوما دول اللي هناخدهم النهارده هم طبعا لسه طويل اوكي. طيب احنا بيهمنا بقى واحنا بنذاكر اتفقنا بنسمع ايه اول حاجه ايه ديفينيشن او نيتشر خلاص. تاني حاجه بنسمعها ايه الانسيدنس والسايت الجروس اللي هو كلينيكال بريزنتيشن يعني صح. وبعد كده بنسمع ايه المايكروسكوبيك ابيرنس لو في حاجه في الباثوجينيسيس سيندروم اسوشيتد مهم ممكن يجي في الام سي كيو خلاص. وبعد كده ايه البروجنوز اميونو هيستوكيمستري والديفرنشال دايجنوز ده انت كده سكيم ماشي عليه في الباثولوجي الديفينيشن بتاعها الانستانس سايت وجروس ايه وكلينيكال بريزنتيشن والمايكروسكوب والديفرنشال والاميونو والبروجنوز يبقى انت كده زي الفل. لما تيجي تسمعي لنفسك العناوين دي في دماغك اوكي تمام. الجزء ده شكله صعب بس هو سهل والله واحنا شرحناه في الاول عشان في بقى جزء مهم قوي هو سهل السكويمس والبيزل اللي هما التيومر اللي انتوا بتشوفوها كتير طبعا دول مهمين وبيجوا في كل امتحان وجزء اسمه الام اف ونزل فيه امتحان السنه اللي فاتت خلاص. انا اهتميت اجمعكم بقى عشان تبقوا في الاخر كلكم جيتوا نحط لكم تيومر. انما ده بيجي بيجي ام سي كيو ومره نزل لهم ريتن يعني في الاخر بقى هنروح للدكتور كمان نظبط الدنيا بس انتوا مصلحتكم تذاكروا ايه اول باول تمام وما تخضوش الاسماء تبقى بعد كده يعني لعبتكم يعني اوكي. طيب ان شاء الله نبدا بقى بالايه بالبروم. البرومه دي عباره عن ايه بناين ولا مالجننت؟ بناين. هم كلهم عامه زي ار ايه كلهم بناين ليه؟ لان زي اند اب ده بقى بيزك باثولوجي زي اند اب ذا سافكس ايه اوما والسافكس اوما ده بناين ايه تيوم خلاص. طيب ايه بقى يهمنا في السويت جلاند ان هي تبقى اكراين ولا ايه يعني تيومر ليها اكراين نيتشر ولا ايه بوكراين خلاص. فهقول لك انه البرومه هي الوحيده اللي تنفع الاثنين اكراين وايه بوكراين انما السباير السيرنجوما اكراين السلندروما
ده السلندروما دي فيها قصه، ان هي مش بس ان هي تطلع من الاكراين سويت جلاند، ده في ناس بيقول لك يعني ده ديبيت ان هي اوف هير فوليك الاوريجن، في ديبيت ان هي مش سويت جلاند تيومر اتس هير فوليكل، لكن لما هي سويت جلاند تيومر هتبقى اوف اكراين او هير فوليكل ايه اوريجن. خلاص السبايرا دينوما طبعا ايه اكراين. يبقى انتوا عندكم في كلهم في النيتشر ينفعوا الاثنين ما عدا البروما ايه، ينفعوا سوري يبقى اكراين ما عدا البروما ايه اكراين وابو كراين. خلاص يبقى البروما في اكراين بروما وفي ابو كراين بروما، لكن السبايرا دينوما والسلندروما والسيرنجوما كلهم اكراين، يعني بيطلعوا من الايه اكراين سويت جلاند. فيقول لك يجي لك ازاي يعني في الام اس كيو، يقول لك السيرنجوما از بناين تيومر اوف ذا ابو كراين جلاند، مالجنانت تيومر اوف ذا ابو كراين جلاند، ولا بناين تيومر اوف ذا اكراين سويت جلاند. ها بناين تيومر اوف ذا اكراين سويت جلاند. خلاص يقول لك السبايرا دينوما is benign tumor of the apocrine gland, benign tumor of the sebaceous gland, benign tumor of the acrine gland of the acrine. يبقى انت عارفة ان كلهم على مستوى النهاردة spirodynoma, syringoma, cylindroma, they are all acrine except for the broma it goes both way acrine او ايه apocrine. خلاص طيب البروما تمام بتطلع منين؟ من الايه من الاوتر لاير اوف ذا تيرمينال داكت، تحديدا يعني من الاوتر لاير اوف ذا تيرمينال ايه داكت. خلاص السيرنجوما بتطلع منين؟ من السويت داكت ريج. هي دي حاجه اناتوميكال يعني مش مهم قوي بس ابقوا اعرفوها. البروما دي بتطلع من التيرمينال داكت، يعني عارفين الداكت احنا قلنا سكريتوري وداكت، البروما دي بتطلع من الداكت يعني من الاوتر لاير اسمها بروم. خلاص السيرنجوما بتطلع من حاجه اسمها ريدج، يعني حاجه امبريولوجيكال كده بالضغط برضو سويت داكت ريدج، دي ايه السيرنجوما. خلاص الباقي بقى ايه مش محددينهم، لان السيلندروما اوف ديبيت اورجن يا اما ايه هير فوليكل يا اما اكراين سويت جلاند. خلاص والسبايرا دي برضو بتطلع من الاكراين ايه داكت ومش محددين اني جزء. اوكي تمام يبقى الجزء النيتشر ده واضح. يعني هو بيقول لك اوف ديبيتد، يعني انا ايه انا مش قادره احدد بالظبط، يعني في سكولرز او ثيرز بتقول ان هي اتس هير فوليكل تيومر اتس نوت ايه سويت جلاند تيومر، وفي ثيرز بتقول لك اتس ات ارايزز فروم ذا اكراين سويت جلاند. خلاص تمام طيب البروما بطبيعه الحال اللي هي اكراين وابو كراين، لان هم لقوا ان هي بتيجي بسيتولوجيكال فيتشر بتاعت الابوكراين اللي هي الدايليتد وفيها ايزينوفيليك ايه سكريشن، وممكن تطلع برضو من الاكراين ايه دكت. خلاص طيب نيجي بقى على السايت بتاع كل واحده، كل واحده ليها كومن سايت، يعني في طبعا كلهم هيجوا فين لو هي اكراين هتيجي فين اول اكسبت لبس وجينيتاليا، لو هي ابوكراين هتيجي فين العكس في الجينيتال ريجن، وتيجي في البريست وتيجي في الاكسترنال اوتوريميت وتيجي في مولز جلاند اوف ذا اي. صح كده متفقين اوكي، بس كل واحده بقى ليها بقى ذا كومن سايت، يعني انت لو مش فاكره وعايزه الكومن ان هو ايه كل الاكراين كلهم في كل الجسم ما عدا اللبس والجينيتاليا، والابوكراين فين في الجينيتاليا، يبقى انت عارفه السايت. لكن في بقى كومن سايت لكل واحده، البروما هو افتكروها بي 4 بي، فهتبقى كومن الكومن سايت ليها ايه البالمز والسول اوف ذا فوت كف الايد. خلاص والاوتر سايت اوف ذا ايه اللي هو ايه الليج، يعني الليج اوكي، يعني اهم حاجه ايه في الاكستريميتيز اهم حاجه في البالم ايه والسول. خلاص السلندروما اهم مكان ليها اسمها ايه السكالب الراس، عشان كده بقول لك هي ده كومن سايت ليها سكالب، وفي ديبيت ان هي اوف هير فوليكل اوريجن اوكي، فمن كتر ما هي ريتت للسكالب بيسموها بتعمل نوديولز، النوديولز دي بتبقى كانك لابسه تربن زي اللي انا لابسه ده، النوديولز دي بتبقى متجمعه على راس الواحد يا ربنا يشفي الجميع، يعني شكلها فظيع جدا انا حاطه لكم صورتها، يعني فكان التيومر عامله تربو محوطه الراس تربن، فبيسموها ايه تربن
tumor. لما يقول لك discuss the microscopic appearance of turbin tumor تعرفي انها ايه؟ سيلندروما. او turbin tumor is used in the aid to describe مثلا يقول لك سيرنجوما سيلندروما سبايرادينوما تختاري ايه؟ سيلندروما. دي اسمها turbin tumor. ليه turbin tumor؟ لان هي بتعمل multiple nodule في السكالب it look like ايه؟ the turbin. Look like the turbin. اوكي؟ طيب نيجي على ايه السبايرادينوما دي بتيجي في اي حته في الهيدند نيك ما هياش ايه كومن في مكان معين خلاص السيرنجوما دي دايما تيجي الله يفتح عليكي اللور ايليد طيب تاني افتكروا البروما بي فور بي البال والسول خلاص السلندروما ده هي ده انا بقول لك ديبيتد هير فوليك الاورجن يبقى سكالب التوربن تيومر الاكراين سبايرادينوما ايه هيد اند نيك السلنجوما ليها دايما علاقه ايه بالايليد اللور ايليد تحديدا طيب نيجي بقى في مين ولا في ميل هم كلهم عشان نريح دماغنا كومن فين في الفيميل للاسف كومن في الفيميل فيميل اكتر من الميل فيميل اكتر من الميل فيميل اكتر من الميل ماشي ما عدا في البروما الفيميل ايكوال لايه ايكوال يعني ها ايكوال للميل لما تقلب برو كارسينوما بقى يبقى الميل اكتر اه يعني خلاص ياخدوا حاجه بقى كفايه اللي خدناها ماشي تمام طيب شكلهم بيبقى عامل ازاي كلهم بيعملين ازاي طبعا البروما بتبقى عباره عن ايه نوديول والسيرنجوما عباره عن ايه برضو اه نوديول ويبقى سكين كولرد يا اما يلو اه يلوش او سكين كولرد اللي هو لوننا البيج ده اوكي السلندروما بتبقى عباره عن ايه يا اما سولاتري يا اما ايه مالتيبل نوديول وعامله ايه تربل لايك كانه واحد لابس طاقيه بس طاقيه الله اكبر من ايه بقى من النوديولز يعني ربنا يشفي الجميع طيب والسبايرادينوما برضو ايه نوديول اوكي طيب نيجي على السندرومز اسوشيتد انا عارفه الحته دي ما بتحبوهاش بس هي سهله خلاص تمام اقول لكم اتنين في واحد السلندروما والسبايرادينوما فاكرين الترايكو ابيثيليوما هقول لكم بقى وانتم هتفتكروا الترايكو ابيثيليوما كان معاه ميرتري سندروم ولا كان معاه كاودن سندروم ولا كان معاه بازكس سندروم ولا كان معاه بروك سندروم بروك سندروم برافو خلاص فالبروك شبيجلر سندروم اهو نفع اهو البروك شبيجلر سندروم او البروك سندروم ده بيبقى موجود ايه في ثلاث حاجات وممكن يبقوا كمان اسوشيتد مع بعض اللي هم مين بقى الترايكو ابيثيليوما وايه والسلندروما وكمان والسبايرادينوما يبقى البروك سندروم ما خدناه في الترايكو ابيثيليوما وسباير ادينوما وسيرندروما الثلاثه دول بيبقوا كل واحده لوحدها يا اما هم ممكن واحد عيان تلاقي الثلاثه ليجز مع بعض تلاقي عنده سباير ادينوما وسيلندروما وترايكو ابيثيليوما اوكي بروك شبيجلر شبيجلر الاس بي ده في الالماني بتتنطق شبيجلر عايز اقول يا سبيجلر ما حدش يعني بيدور ورا سبيجلر اوكي مش مشكله خلاص ما حدش هيمتحنك المانيا انما لو رحت هناك وربنا كرمك بقول لهم شبيجلر عشان ما يزعلوش خلاص بروك ايه شبيجلر سندر طيب الباقيين بقى مفيش سندروم معين اسوشيتد انما في ريبورتس ان السيرنجوما مثلا بتحصل مع الداون والمرفان بس الداون اكتر يعني ان في اسوشيشن خلاص البروما بقى مفيش اسوشيشن ولا فاميليال بريدليكشن ولا اي حاجه ده كل اللي بيقولوا ان ممكن يبقى بريدي سبوزنج فاكتور السكار تيشو والراديو ثيرابي خلاص تاني بقى يبقى البروك شبيجلر سيندروم ده بيحصل مع مين خدناه ترايكو ابيثيليوما والجداد ايه سيلندروما وسبايرادينوما خلاص امال الداون مع مين سيرنجوما البروما ملهاش دعوه بحد مفيش فاميليال بريدليكشن مفيش اسوسيشن لكن اللي ممكن يحصل شويه سكارينج او ريدي ثيرابي ممكن يعمل برو ممكن خلاص طيب نيجي على ايه المايكروسكوبك المايكروسكوبك ابييرنس
بتاع كل واحد. طبعا انا بهتم في الميكروسكوبيك ان انت وانت بتكتبي في كلمه او كلمتين كي لو انا شفتك كاتباهم يبقى انت كده فول مارك، لو ما شفتكيش كاتباهم احاول اشوف لك عذر يعني، بس ايه يعني ابقى زعلان لان هي دي الكلمه اللي بتشخص. خلاص ماشي. الاكراين بروما، اهم حاجه في الاكراين بروما ان هي عباره عن اولا نوديول، والنوديول ده كونكتد هو درمال وكونكتد تو ذا ايبيديرمس، هو درمال وكونكتد للايبيديرمس. اوكي طيب النوديول بقى اللي هو كونكتد للايبيديرمس ده عامل انستموزنج وايد باندز اوف بروما سيلز. البروما سيلز دول مالهم؟ اصغر في السايز من الكيراتينوسايت، وعندهم ديستينكت حاجه اسمها ديزموزوم تونو فيلمنت كومبلكس، اكيد دكتوره ماجده قالت لكم عليها ولا ما خدتوها مش مهم. خلاص وفي هنا ايه، وكمان ممكن تلاقي جوه كمان ضغط. طب احكي لك الحكايه دي تاني دلوقتي. ايه البروما دي طالعه منين؟ سويت جلاند، يا كراين او ابو كراين، صح كده؟ فبالتالي هي ليها لو طالعه من الاكراين سويت جلاند هيبقى ليها ايبيديرمال بورشن، لانه الجزء السكريتوري في الدرم الصحيح، اما الاكسكريتوري بيعدي من الدرمال وبيفتح في السيرفيس بايبيديرمال بور. فهي فالبروما دي هتلاقي ليها ايه؟ درمال وايبيديرم وماسكين في بعض، عاملين انستموزنج باند. اوكي احفظوها كده. فهي عباره عن استموز اه ويل ديفايند نوديول الدرمال كونكت للابيديرمس بقى انستموزنج باند. ليه الكلام ده؟ لان السويت جلاند تشريحيا او هيستولوجيكلي هي عباره عن ايه؟ سكريتوري وداكتال وكده. الاكراين بتفتح فين؟ في الابيديرمس، فلازم هتلاقي ايه؟ ابيديرمال بورشن والدرمس كونكت للابيديرمس بوايد انستموزنج باندز. الباند من اسمها فيها ايه؟ بروما سيلز. البروما سيلز دول لما تيجي تحطيهم مع الابيديرمس في كيراتينوسايت العاديه هيقول لك ايه فرقها بقى من الكيراتينوسايت؟ ما انا ما قلتش عليها سكويمس ولا قلت عليها ليه؟ لان البروما سيلز بقى اصغر، حجمها اصغر. خلاص؟ وجوه الليجنز دي هتلاقي ضغط، ممكن تلاقي ضغط دايره كده اللي هي الضغط يعني، ده ياكد لك ان انت ماشيه في الاتجاه الصحيح. خلاص؟ اوكي؟ تمام؟ احنا بقى بنعرفها بكلمتين، هي هتبقى نست ويل ديفاين نديول كونكت لابيديرمس بقى انستموزنج باند، لا هي عامله بريفرال باليسيدنج زي البيزل. خلاص ولا فيها هورن سيست زي الترايكو ابيثيليوما، صح كده؟ ولا فيها كراتين زي الاسكوما سيركرسنوم. يبقى انت في الديفرنشال هتكتبي البيزل اه سوري انا معلش البيزل سيل كارسنوما وسكويما سيل كارسنوما والترايكو ابيثيليوما. خلاص البيزل سيل كارسنوما بتفرقيها ازاي؟ هي نست وليها بريفرال باليسيدنج هنتكلم عليها بالتفصيل، وحواليها ريتراكشن ارتفاكت، دي ما فيهاش البريفرال باليسيدنج ولا الريتراكشن ارتفاكت. اوكي السكويما سيل كارسنوما ما فيهاش الكيراتين بتاع السكويما سيل كارسنوما، الترايكو ابيثيليوما ما فيهاش ايه؟ الهورن سيست اللي هو الشعر اللي بيبقى جوه ده. خلاص نيجي نفرق بقى بالاميونو هيستوكيمستري. البيزل سيل كارسنوما كانت بوزيتيف لايه؟ البير اف 4، هي بقى طبعا نيجاتيف للبير اف 4. بير اف 4 موجود، ده موجود في كل، هناخده بعد كده ولا تزعلي. يبقى البيزل سيل كارسنوما تبقى بوزيتيف للبير اف 4 وبي سي ال 2 وسي دي 10 وسايتوكيراتيزيف، هناخده بعد كده بس انتوا احفظوا بس ايه اهم حاجه البير اف 4 ده يعني. خلاص؟ فالبيزل سيل كارسنوما بوزيتيف برضه ايه البير اف 4 زي ما خدناها قبل كده. السكويمس ليها طبعا كتير بس مش مستاهله اصلا ان يبقى فيها ايه؟ سيل نست. الترايكو ابيثيليوما خدناه سي دي 34 بوزيتيف اللي هم البابيلاري ميزنكايما الايه؟ بادي. هي اللي بيفرق ما ممكن تبقى بوزيتيف لحاجات كتير، سي 34 اللي هو الميزنكايما البادي اللي حوالين الترايكو ابيثيليوما اللي هو الاكسنسيف فايبوز. خلاص؟ طيب الاميونو هيستوكيمستري بقى عشان اريح لك اعصابك وريح لك دماغك خالص. فاكرين الاميونو هيستوكيمستري بتاع السبيشس جلاند كان ايه؟ اديبو فيلن واندروجين ريسبتور ودي 40 بودوبلانين والكلام ده، فاكرينه؟ هنا برضو السويت جلاند كلهم يعني غالبا بيبقوا بوزيتيف لايه؟ كلهم بوزيتيف للاما ابيثيليال ممبرين اندروجين، وبوزيتيف ليه؟ الكارسينو امبريونيك ايه؟
أنتيجين. خلاص؟ وبوستيف ليه بعض الأحيان للسيتوكيراتينز. خلاص؟ تمام؟ طيب مع فروق بقى فردية. خلاص؟ هنا في مثلا في البرومة هيبقى هنا بوستيف للسيتوكيراتين 5 and 6 و 7 و 8، مش مهم بس أنا عايزاك تحفظي دي، إن كل السويت جلاند تيومر بوستيف ليه الإيما والكارسينو إمبريونيك أنتش، ما تفوتش عليك دي، بلاش الباقي عشان صعب عليكم، مش مشكلة، يعني إيما والكارسينو إيه؟ إمبريونيك أنتش والسيتوكيراتين. خلاص؟ السبايرادينوما زودي بقى فيها انها بوستيف برضو ايه للسيتوكيراتين. خلاص اللي هو ايه 18. خلاص مع الايما والكارسينو امبريونيك انتش. خلاص طيب يبقى انت الاميونو هيستوكيمستري كلهم ايه ايما وكارسينو والسيتوكيراتين. السبايرادينوما ايه 18. اوكي سيتوكيراتين 18 يعني اه يعني واخده برضه 5 9 واخده، بس اهم حاجه فيها ايه ال 18 مع الحاجات العاديه. طيب نيجي على ايه الميكروسكوب. يبقى البروما هتلاقي انستوزنج بول ديفايند نوديول كونكتد للابيدرمس، وبروما سيل هتبقى اصغر سمولر ذان كيراتينوسايتس وفيها ديزموزوم تونوفيلمنت، ممكن تلاقي ضغط ضغط جوه القصه دي، دي البروما. طيب البروجنوز البروما اخبارها ايه؟ اخبارها ايه؟ بناين وليها اكسلنت. عايز اقول لك ايه بروجنوز لو اتشالت. طب ممكن يحصل مالجنت ترانسفورميشن، ممكن يحصل بس رير. خلاص لما يحصل مالجنت ترانسفورميشن بقى اسمها ايه بقى؟ بورو كارسينوم. بتعرفي انها بورو كارسينوما منين؟ كلمتين ميتوتيك اكتيفيتي وانفلتريتيف جروس باتر، وساعات يبقى معاها ايه نيورال انفيجن. خلاص بري ايه نيورال انفيجن. خلاص تاني نلخص بقى البروما، انتوا اللي هتقولوا البروما دي بيناين ولا مالجنانت؟ بيناين. وهي اكراين ولا ابوكراين ولا الاثنين؟ اثنين. ممكن تطلع من الاكراين او الابوكراين سويت جلاند. تيجي العيان ده هيشتكي من ايه يعني؟ هيشتكي من نوديول. صح النوديول ده مكانه فين غالبا؟ ده موست كومن بالم اند سول، افتكريها بي فور بي او. اوكي طيب وفي ميل وميل اكوال مفيش مشكله، تحت الميكروسكوب بقى تشوفي ايه نوديول في الدرمس وكونكت للابيدرمس بقى انستموزنج ايه، وهذا انستموزنج باند جواه بروما سيل، والبروما سيلز اخبارها ايه؟ اخبر ولا اصغر من الكراتينو؟ اصغر من الكراتينو سايت. ممكن تلاقي ضغط، ممكن تلاقي ضغط تاكد لك ان انت اتس سويت جلاند تيومر، ما انت بتعرفيها من الضغط. صح نسبغ الاميونو هيستوكريس بتاع كل السويت جلاند بايه؟ ليما كارسينو امبريك والسيتوكيراتين. في سبايرا ادينوما ما تنسيش السيتوكيراتين ايه 18. حلو قوي. دلوقتي البروجنوز بتاعها ايه؟ هي جود بروجنوزز اكسر بروجنوز لو اكسايزد لوكالي. طيب ممكن يحصل فيها رير مالجنت ترانسفيوجن، ات كود هابن، هيبقى اسمها ايه بولو كارسينوما. البولو كارسينوما دي بتحصل ايكوال في الميل والفيميل، وايه سوري بتبقى في الميل اكتر سوري، وبيحصل فيها ايه البولو كارسينوما الميتوتيك اكتيفيتي عاليه في انفلتريتيف ايه جروس باتر. بس كده مش عايزين اكتر من كده. خلاص نيجي على ايه نمسك على الباثوجينيسيس. طبعا البوروما دي ملهاش اي كونكت للسندروم الحمد لله، كلها سكارنج وراديشن ما فيهاش حاجه. خلاص نيجي على السيرنجوما الميكروسكوبيك ابييرنس بتاع السيرنجوما. جدع الميكروسكوبيك ابييرنس بتاع ايه السيرنجوما. اهم كلمه الدكتوره قالت لها قالتها التاتبول ابييرنس، او ده الكلام بقى اللي انا هحاسبكم عليه، التاتبول او الكوما شيبت تيل. خلاص اوف ذا داكت ان سكيروتك ستروما وجواها ايه ايزينوفيليك سكريشن. تعالوا بقى ايه نجمع الكلام. السيرنجوما دي بتاعها كل اللي انت هتشوفيها عباره عن داكتيولز. الداكتيولز دي حاجات صغيره كده وعامله ايه التاتبول ابو زنيبه، او عامله شكل كوما شيبد اللي هي المرويه. عارفين الكوما؟ كوما دي كوما اللي بتكتبيها في الموبايل كوما،
الكوما. فهي it looks like the coma، يا اما كوما شيبد تيل يا اما التادبول. فالتادبول ده كاركترستيك لايه؟ للسيرينجوما. يجي لك في الام اس كيو التادبول ساين از كاركترستيك فايندينج ان ذا مايكروسكوبيك ابييرنس اوف ويتش اوف ذا فولوينج سبايرادينوما سيرينجوما سلندروما بروما. تختاري ايه؟ سيرينجوما. التادبول بقى زودي لك كلمتين، التادبول ده ايه؟ داكتيول في الطالع من الداكتيول صح؟ في سكليروتيك ستروما في الباك جراوند وجواها ايزينوفيليك سكريشن. لكن اهم كلمه ايه؟ التادبول او الكوما شيب. جدع. البروجنوز اخبارها ايه؟ بناين. ممكن يحصل كارسينوما، ممكن بيسموها ايه؟ سيرينجو كارسينوما. امتى تقولي عليها سيرينجو كارسينوما؟ لو لقيتي فيها ايه؟ ميتوتيك اكتيفيتي وانفلتريتيف جروس باترن وبيرينيورال انفيجن. خلاص. الاميون هيستوكيمستري بتاع السيرينجوما ايه؟ ايه ما كذا بقى وسايتوكاين. ما انا عايزاكم تقولوا، ما انا عارف. طيب السيرينجوما الديفرنشال بتاعها ايه؟ بيقول لك انها شبه المايكروسيستيك ادينكسيل كارسينوم. خلاص. بس الادينكسيل كارسينوم بيبقى معاها ايه؟ ها مايتوزس برافو، ومعاها بيرينيورال انفيجن، وطبعا وانفلتريتيف جروس ايه باتر. خلاص. ده اهم ايه كلام. طيب نيجي على الميكروسكوبيك ابييرنس بتاع السلندروما. السلندروما دي يبقى شكلها عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ اهم كلمه جيج سو بازل باتر اوف ايه نست اوف بيزالويد سيلز. خلاص. في بقى بريفرال باليسيدنج ماشي، في تو تايب اوف سيل، واحده على البريفري دارك، واحده في السنترال بيل، وفي جوه كمان هايلاين جلوبيول. تعالوا بقى نتكلم في الكلام ده. السلندروما اهم كلمه جيجسو بازل. البازل عارفينها اللعبه، عارفين اللعب اللي احنا كنا بنشتريها واحنا صغيره اللي هي المكعبات، حاجه بتكمل حاجه كده مع الشقه في بعض، هو ده الجيجسو بازل. هتلاقي النست بقى عاملين ازاي داخلين في بعض كانها بازل وانت مركباها، دي السلندروما. يبقى اهم كلمه فيها الجيجزو بازل باترن، عباره عن ايه؟ نست اوف فيزالويد سيل، شبه برضو اللي بره بدارك اللي هم الدارك اللي عاملين باليسيدنج، واللي جوه البيل اللي هو تو تايب اوف سيلز، وجواها هايلاين جلوبيول. فالشكل ده يفكرك في ايه؟ اللي هو البريفرال باليسيدنج، برضو في الديفرنشال هتحطي ايه؟ صح، هتحطي بيزل سيل كارسينوما. هقول لك البيزا سيكاسو مالها بوزيتيف للبير اي 4 وحواليها ايه؟ ريتراكشن ارتيفاكت. خلاص. ومش عامله الجيكسو ايه؟ بازل. صح صح. وهات برضو تفكرنا في بريفرال باليستنج، شفناه قبل كده فين؟ في الترايكو ايبيثيليوم. بس الترايكو ايبيثيليوم حواليها بابيلاري ميزينكمال ايه؟ بادي، وبوزيتيف لايه؟ للسي دي 34. صح كده. وجواها ايه؟ هورن سيستا او ايه؟ شعر. صح؟ شعر؟ الهورن سيستا كراتين. يا ترايكو. خلاص؟ اوكي؟ طيب. لا ده احنا تيومر بقى. بص يا دكتورة، احنا عندنا في حاجات عندنا عيب وحرام في الباثولوجي. ايه اللي عيب وحرام؟ ان انت مثلا حاجة تبقى نانيو بلاستيك واكتبها تيومر، يبقى انا كده دكتور باثولوجي ايه؟ على الله حكايتي. يعني مثلا حتى في امتحانات البورد اكزام مثلا، والاخطر ان حاجه تبقى بناين وتكتبيها ملاجن، مصيبه. خلاص. ده بالنسبه لنا احنا دي بقى يعني ايه؟ عيب في الصناعه، عيب يعني كده. انت خلاص كده ايه؟ توتال لوس. خلاص. فاحنا ايه وانت يعني في فرق كبير بين النانيو بلاستيك، ده كاتيجوري وده كاتيجوري تاني خالص. يعني لما تجيبي شريحه وهي اصلا زي ما انت بتقولي جرانيولوما وبتاع باثولوجي يقول لك عليها ورم، يبقى احنا بقى مصيبه. ده ديفرنشال. انت ايه؟ كلينيكال. كلينيكال من حقك، من حقك. لكن انما بتاع الباثولوجي مش هيقول لك انا شايف، يعني هيقول لك انا شايف اتابيا، مش شايف اتابيا، شايفها سسبشس. اوكي. لكن انت من حقك تكتبي ممكن حاجات، في حاجه ديفرنشال بتاع مثلا السورايسس، نوع منه ريسمودرمك سورايس ات لوكس لايك ام اف، ومن حقك. والام اف از كوتينيوس ليمفوما. الباثولوجي از ايه؟ جولد ستاندرد فور ذا دايجنوستس.
لكن انا بقول لك وانت دماغك بتفكر وشايفه شريحه، لو بلاند سيلز ما فيهاش اتيبيا ايه اللي هيخليك تفكري في تيومر؟ لكن ات ميك سنس ان انت ككلينيكال، الكلينيكالي معناها انا مش شايف انه ديور ونون ريسبونسيف في ذا تريتمنت. خلاص عالجتها على ان على انها سارك ولا ليبروس، الست اتهارت وما مفيش علاج، مفيش ريسبونس، يبقى ماشي من حقك تكتبي. انما يعني بتاع الباثولوجي بقى هو يعني مثلا لما زي ما تخشي لحد تقولي له ايه مبروك المدام حامل، يقول له دي بتولد، يعني ما هو شايف بقى الخلايا فعلا يعني يا يا لا، يطلب امينو هيستوكيميكال بانل ماشي نساعده. الريبورت المفروض يكتب لك مثلا بناين مالجن او نون نيوبلاستيك اصلا وانفلاماتري او مالجننت، واعملي لي ماركرز عشان انا اشكك في ايه حاجات تانية، او سسبشس بوردر لاين بقى سسبشس انا مش شايف قوي، فتاخدي اناظر بايوبسي يا تعملي لي ماركر، هنتصرف مع بقى هنشوف، يا اما تمشي بقى كلينيكو باثولوجيكال كورليشن، يعني نمشي كم شهر مع العيان نتابع الليجن راحت اختفت ما اختفتش، ناخد اناظر بايوبسي، يبقى دي ايه اتس اناظر سيريك. انا بقول لك يعني احنا بالنسبه لنا كباثولوجي يعني دي حاجه مخيفه، ان انا مثلا حد عنده ورم خبيث واكتبه حميد، او العكس ان هو يبقى حميد واكتبه مالجننت ونشيلها له، ما دي مصيبه. يعني مثلا واحد كان عنده ساركوما مثلا في رجليه وعملوا له باتر، يا ماما مين اللي يرجع له رجليه بقى؟ على انك ده انا عشان كده بقول لك احنا انت بتقولي الكلام ده انا يعني بقول بقى بسم الله الرحمن بسم الله الحافظ خلاص. انما انت من حقك طبعا والله نو ديول، شوفوا لنا بقى لف ورجعوا، بتاع الباثولوجي مش هيغلب، اقول لك لا شوفوا لنا انتوا اكتبوا ديفرنشال صح ماشي. الهامرتوما دي ايه؟ دي اصلا نون نيوبلاستيك، هي ممكن تبقى برينيو بس هي نون نيوبلاستيك اللي هو اكستنسيف جروس، يا اما ريليتد للتشو اوف اوريجين بس كتير او نوت ريليتد، يعني حاجه مش في مكانها. خلاص لو حاجه مش في مكانها بس ومش كتير بنسموها اكتوبيا هيتيروتوبيا. يعني المهم ده جنرال باثولوجي، نرجع لما رجعنا بتسالوا اسئله وبتفتحوا على نفسكم الاوجاع والالام. خلاص اهم كلمه في السلندروما الجيكزو بازل باترن، كانك بتركبي لعبه كده الايلاندز دي داخله في بعض مع الشقه كانها شبه الجيكزو بازل ايه باترن، وفيها بريفرال باليسيدنج واللي على جوه هي الداركر والخلايا السنترال بيل سيتوبلازم وفيها هايلاين جلوبيول جوه، مش مشكله. اهم حاجه جيكزو بازل باترن نست اوف بيزالويد سيلز وفيها بريفرال باليسيدنج، ف ات كود بي ديفرنشيت فروم بيزال سيركاسنوما اند ترايكو ابسيليوم بيزال سيركاسنوما في ريتراكشن ارتفاكت وبوستبل للبير اف 4. اما الترايكو ابسيليوما بقى فيها بريفرال باليسيدنج بس في ايه هورن سيست وحواليها البابيلا ميزنكايمال بادي زي ما انتم عارفين بوستف ليه السي دي 34. نرجع لايه للاميونو سوري للمايكروسكوبيك ابيرس بقى بتاع ايه السبايرال دينوما، دي بنسميها الكلمه اللي انا بدور عليها في التصحيح بلو بولز. بلو بولز الورم عباره عن كره زرقاء، كره زرقاء. خلاص الكره الزرقاء دي البلو بولز دي عباره عن ايه؟ كلهم بيزالويد سيلز كلهم. خلاص بس فيهم فيها طبعا فيها باليسيدنج برضو بس مش قوي، فهتلاقي داركر سيلز وهتلاقي ايه بيلر سيلز، واهم كلمه ان جوه البول دي هتلاقي كمان ايه ليمفوسايت. فيجي لك في الام اس كيو يقول لك ويتش اوف ذا فولوينج تيومر ذا ليمفوسايت از ان انتجرال كومبوننت اوف اوف ويتش اوف، فتقولي ايه سبايرادينوم. يبقى اهم كلمه في السبايرادينوم ايه البلو بول، البلو بول مع الليمفوسايت. امال الجيكزو دي بتاعت مين؟ سيلندروما صح. امال التادبول ده بتاع مين؟ سيرنجوما. قولوا معايا سيرنجوما. امال الانستموزنج باند الكونكتنج ابيديرمس بروم تاني. الجيكزو باصل مع مين؟ سيلندرو ها سيلندروما. التادبول مع مين؟ سيرنجوما. البلو بولز مع مين؟ سبايرادينوما. اوكي طيب لما يجي لك في الام اس كيو يقول لك nodular lesion was found in the palm of patient 67 years old the microscopic appearance of which revealed the presence of anastomosing band connecting the epidermis and the dermis. خلاص فانت على طول تفتكر ايه البروم. لما يقول لك بروك شبيجلر سيندروم associated with سيرنجوما
ولا بروما ولا سلندروما؟ سلندروم. خلاص هتختاري سلندروما او ايه؟ سبايرادينوما او ترايكو ابيسيليوم. خلاص؟ طيب الاميونو هيستوكيمستري بتاعها ايه؟ ايه ما عايزاكم تقولوا كارسينو امبريك انتجين وسيتوكيراتين. في السبايرادينوما هتبقى ايه؟ برضه زودي سيتوكيراتين ايه؟ ايتين. البروجنوز بتاع السلندروما اخبارها ايه؟ يعني مش جود، هي بناين بس هي طبعا بتعمل كوزموتيك، شكلها طبعا ده تيربن تيومر يعني في خوازيق في الراس، يعني حاجه صعبه جدا لازم تتشال وممكن تقلب لايه؟ كارسينوما، بنسميها ايه؟ سلندو كارسينوما. طيب السلندو كارسينوما دي تفتكري هتبقى اكتر مع السندروم ولا اقل؟ اكتر. يعني السندروم في احتماليه كبيره انه يقلب ايه؟ للسلندو ايه كارسينوما او يقلب للمالجننت ايه؟ طيب نيجي على السبايرادينوما، البروجنوز بتاعها ايه؟ برضو هي بيناين، وبرضو لو اسوشيت مع السندروم هيحصل ايه مع سبايرادينوما؟ معاهم بقى ترايكوبسيس برضو تقلب لسباير ادينو كارسينوما. وبتفرقي السباير ادينو كارسينوما من السباير ادينو بايه؟ زيه كلهم مايتوتيك اكتيفيتي وانفلتريتيف جروس باترن. خلاص تعالوا السندروم اللي عامله لكم اكتئاب نراجعها مع بعض من اول المنهج. السبيشس كان بيعمل ايه؟ ميرتري سندروم. البروكش بيجلر مع مين؟ ترايكو ابيسيليوما، سبايرادينوما، سلندروم، صح؟ الكاودن سندروم مع مين؟ ترايكو لام موما. البيتا كاتينين مع مين؟ بايلومات ريكوما. الداون سندروم يعني سيرنجوما، يعني بس مش اللي هو بقى الكومن. البازكس والنيفويد بيزا سيكرسوما سندروم وكده مع ايه؟ البيزالويد فوليكلر هامرتوما، وهتاخدوه بعد كده مع البيزا سيكرسوما برضو. خلاص اوكي. طب الدوبي، دوبي فاكرنا ده على بينا، يلا ترايكو ديسكوما، ها مع ترايكو ديسكوما. خلاص يبقى احنا كده جمعنا السندروم اللي هي ايه؟ كاتمه على نفسكم ايه ومضايقاكم. خلاص لونج ستوري شورت بقى، انتوا هتقولوا البروما دي ايه؟ اكراين ولا ابوكراين؟ الاثنين. بناين ولا مالجننت؟ ممكن تقلب مالجننت، ممكن تقلب. بتعرفيها ازاي؟ مايتوزيز. برافو. تحت الميكروسكوب تعرفيها ازاي؟ انا استموزنج باند ابيديرمال وديرمال، والبروما سيل اكبر ولا اصغر؟ اصغر من الكيراتينوسايت. خلاص نيجي على السرنجوما، كلمه واحده في الميكروسكوب ايه؟ التادبول. خلاص تادبول ابيرنس او الكوما شيبد ايه؟ تيل وفي سكليروتيك ستروم. خلاص طيب السلندروما كلمه جيكسو ايه؟ بازل باتر. السبايرادينوما ها بلو بول، بلو بول ليمفوسايت از ان انتجرال كومبوننت. خلاص طيب تفرقيهم عامه كلهم بيتلخبطوا مع البيزا سيكاستوما والترايكو ابيسيليوم. خلاص السيرنجوما بتلخبط، زودي عليها حاجه اسمها ايه؟ المايكروسيستيك ادينكسيل كارسينوما، وممكن يتلخبطوا. وبرده عشان تزودي الديفرنشال عايز تكتبي كل واحده تكتبي ديفرنشال من الكارسينوما بتاعتها، يعني مثلا عايزه تزودي في الديفرنشال تكتبي كتير، يعني إيه مثلا انت بتتكلمي على بروما يبقى برو كارسينوما، سيرنجو يبقى سيرنجو كارسينوما. خلاص كنت عايزه اقول لكم كلمتين برده عشان لما تيجي تقروهم في الورق يعني تبقوا فاهمين. البروما مع انها اكراين وايبوكراين، خلاص ممكن تيجي اللي هي الانستموزنج باند اللي هي ديرمال مع ايبيديرمال، دي بيسموها ايه؟ بروما العاديه. وممكن تيجي في الايبيديرمس بس بيسموها هيدرادينوما ايه؟ سيمبلكس. سيمبلكس. وممكن تيجي ديرمال بس بيسموها ديرمال داكت تيومر، يعني هنقولهم تاني بعد كده تلاقوش. لكن هي ايبيديرمال مع ديرمال البروما اللي احنا قفزينها، لو ديرمال بس ديرمال داكت تيومر، لو ايبيديرمال بس هيدرادينوما ايه؟ سيمبلكس، عشان تبقوا عارفين. خلاص اني كويتشنز؟ شرفتوا.